السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن مسلسل أحمد السقا بعنوان مسلسله الجديد الجولة الأخيرة بطولة الفنان أحمد السقا وأشرف عبد الباقي ونخبة خاصة مع النجوم. المسلسل مكون من 9 حلقات. يعتبر ظهور الفنان أحمد السقا أول مرة في تاريخ الدراما المصرية والعربية في عالم أمازون، حيث يتم التحضير للعمل المصري الأول على تلك المنصات العالمية وغيرهم على منصات شاهد فيه ومنصات واتساب والمنصات الإلكترونية، بعمل جديد باسم المسلسل الجولة الأخيرة من نوعية دراما أكشن ورياضة، ويتكون العمل من 9 حلقات. ويعتبر المسلسل أول عمل دراما في الوطن العربي يناقش قضية رياضة، ويجسد الفنان أحمد السقا في العمل شخصية طبيب يدعى يحيى الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناء على ضغط من والدته، ولكنه يمتلك حلم ويحاول تحقيقه، وهو ما ستكتشفه فيه معاناته من الأعاديد والأزمات في حياته. فما يظهر الفنان أشرف عبد الباقي كمدرب على هذا الرياضة ويجسد رشدي الشامي شخصية والد السكة، ويبدأ في رحلة حياته في الرياضة MMA، هي اختصارا لمصطلح ميكس ميردين بالإنجليزي، وتعني فنون القتال المختلطة، وهي رياضة قتالية مزاج بين كثير من فنون الدفاع عن النفس وتقنيات ومهارات مختلفة بين الكونغ فو والكمبات، وتسمح بالقوانين باستخدام تقنيات الضربات المباشر والمعاكسات في وضوع الوقوف أو على الأرض، وهو يسمح بالدخول للرياضة بالخلفيات المختلفة من فنون القتال مثل الجود، التكنوتو، الملاكمة، المصارعة، المكسيكي والكومباز. سيتم عرضه قريبا ابتداء من أوائل أكتوبر على المنصات.